أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية بتعطل الكثير من مؤسسات الدولة وعلى رأسها مصلحة الهجرة والجوازات، حيث منع التعامل مع جوازات السفر الصادرة عن سلطات الانقلابين في مناطق سيطرتهم، ما دفع بالحكومة الشرعية لنقلها إلى عدن وتعز ومأرب ومحافظات أخرى، الأمر الذي جعل من الصعب الحصول على جوازات سفر بالنسبة للمواطنين أمر في غاية الصعوبة، خصوصا على المواطنين الساكنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حيث يترتب على ذلك الكثير من التحديات ابتداء بمشقة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مرورا بالتكاليف التي يتحملها الراغب بالحصول على جواز سفر كنفقات الإقامة في هذه المحافظات ورسوم المعاملات، وصولا إلى طول مدة انتظار صدور الجوازات وكثرة الإقبال على مراكز مصلحة الجوازات والهجرة بعد إعلان فتح باب العمرة لليمنيين. مشاكل أخرى يواجهها المواطنون الراغبون في الحصول على جوازات سفر نستعرضها كاملة في المحور الأول، نتابع لنا التقرير ثم نعود. طيب إذن نبدأ باستقبال المشاركات والاتصالات، بداية الأخ أحمد القاضي. أهلا بك أحمد. أهلا أستاذ السامعين. أهلا أحمد، هل تعرضت لأي مشكلة فيما يخص إصدار الجوازات؟ لو تشاركنا قصتك. لا أنا بالنسبة لي أنا مقيم في المملكة العربية السعودية، لم أتعرض إلى صعوبة في الجوازات، ولكن تعرض يعني جانب كبير من أخواننا وأبناءنا في المحافظات الأخرى، حتى أنا أهلي شخصيا يعني تعرضوا لمثل هذه المضايقات والإطالة في المغامرة في السفر. تعرف يا أخي الكريم أن محافظة تعز نفسها مقسومة إلى قسمة الشرعية وقسمة الانقلابيين، وأصبحت الدخول من مناطق الحوضان إلى المدينة تكلف 10 ساعات ومبالغ طائلة. نفس الشيء من صنعاء، من هجة، من صعدة، من دمار، يعانوا أشد المعاناة. أغلب الضغط يا أستاذ الكريم هو على محافظة تعز. في الفترة الماضية في محافظة تعز كان هناك إقبال شديد على الجوازات نظرا لعزوف البعض عن الذهاب إلى عدن لما يواجهوه من تقطعات من قبل الأحزمة والنخاب، وأحيانا يرجعون من نفس الطريق. ونفس الشيء إذا ذهبوا إلى مابرد، الطرف الآخر انقلابيين أحيانا يترصدون في الطريق ويعرقلونهم. فهناك صعوبات كبيرة جدا 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 في استصدار الجوازات، حتى أنها أصبحت هناك سمسرة يا أستاذ سامي، وهي استصدار الجوازات عن بعد، ويتشارك فيها أكثر موظفي الجوازات فيطلبون مبالغ مهولة. سعر الجواز الرسمي تقريبا 7500 ريال، فأصبح الآن إذا تريد تقطع عن بعد ما يكلف 150 ألف ريال أو 100 ألف كأقل تقدير عمولة وسمسرة، ثم يصل الجواز إليك. كثير من الناس اضطرارا لقطع جواز السفر، بعضهم يريد السفر الى العلاج في القاهره، بعضهم يريد ان يذهب الى العمره كما هو الحال في هذه الفتره. طيب شكرا جزيلا لك احمد على مشاركتك معنا في هذا الموضوع. اتصال اخر، نهال من صنعاء. اهلا بك يا نهال. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ. وعليكم السلام. نهال، الآن ربما الجوازات الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وفق التصريحات الرسمية لم تعد مقبولة ولا يتم التعامل بها، ما هي البدائل بالنسبة لكم؟ هل عانيتي أو مريتي بتجربة إصدار جواز؟ فعلا أنا لازلت أعاني من هذه المشكلة، يعني خصوصا في المحافظات اللي ما زال الحوثي مسيطر عليها، يعني صعوبات فوق ما تخيل. انت ما تسميهاش قطع هوية، لا، هذا مشروع قطع جواز. عشان تفكر تقطع جواز، اولا معك الطريق، انت من فين جاي، انت من فين رايح، وطول الطريق وخسارة فوق ما تتخيل، يعني فوق ما توديكم تصوركم، غير يعني المناطق اللي ممكن تقطع منها. يعني المسافر تقطع من صنعاء، قطعت من تعز، يعني الطريق مش صالح للبشرية. أولا توصل قدك ميت خوف، ميت رعب، ميت مرض، كل الهوايا اللي ممكن أنت تتخيله. وغير كذا طبعا توصل لمصلحة الأحوال المدينة، ووصلت عشان أقطع استبيان حق الشخصية. الاستبيان حق الشخصية طبعا أولا فساد مالي، قعقعة عشان الوقت والمسافة والمواصلات، وتعال وتخيل انهم يقبوا كروت الاستبيان من داخل صنعاء عشان تقطع.
طيب و8500 عشان انت استبيان حق ايش؟ وبعد كذا تروح مصلحة الجوازات، يعني زحمة حشر يوم الحشر، انت مش هيئة جوازات خالص، طيب ها 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 طيب لو عشان نناقش تختاروا عن الصعوبات جواز نهال، انت. طيب لو نستعرض الصعوبات واحدة واحدة، ربما موضوع الزحام قد يكون بسبب الكثافة السكانية، كثير من المحافظات تذهب ربما إلى محافظة تعز إذا ما تحدثنا عن دمار وإب وصنعاء وباقي المحافظات ربما. بالضبط طيب كم ما هي الصعوبات بالضبط، الأخرى والتي فتخيل تعتقد أنت أن، يعني زحمة. تفضل نهال. سوري. طبعا أنت لما توصل هيئة الجوازات زحمة 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 فوق ما تتخيل، فوق ما تتصور، يعني أنت لما توصل تقول هذا يوم الحشر، هذا مش هيئة جوازات. غير كذا أنك توصل تقطع حق السند الرسمي، المبلغ الرسمي، ولازم تجيب رشوة عشان الناس اللي بيعاملوا لك، عشان الناس اللي بيمررونك يعني، وفوق كده تتأخر وتتبهذل، يعني مصايب مصايب فوق ما تتخيل، تدفع 2000 عشان الرشوة، و1000 عشان البصمة، وغير كده وتدفع 6500 عشان مبلغ الجوازات. والمدير يعني مدير الجوازات نفسه معه من المبلغ الرسمي 2000، تخيل انت بطلبية واحدة 25000 جواز نازل يجيب من عدن، ولما تروح عشان تقطع الجواز اولا يقول لك للاسف ما فيش دفاتر، احنا منتظرين الدفاتر من عدن. طيب على اي اساس يعني؟ طيب كم الناس اللي كلفك عندهم منح، الناس اللي عندهم عمرة، طيب يعني كم بتتعطل. الجواز، جواز السفر، كم هي التكلفة المادية التي دفعتيها أنت؟ 10000. 10000. كم من 10000 دفعت بسند رسمي؟ طبعا غير كم ايش قلت؟ دفعتي 10000 ريال، كم من 10000 التي دفعت بسند رسمي؟ 6500 حق الرسمي يعني، ثلاثة هذا اللي ألف خ... اقول لك، و2000 اللي هي مبلغه حق المدير نفسه، وألف خمسمية يعني جمله ثلاثة ألف 6500 يعني. انت تمام. طيب الوقت كم أيام، يعني اقول لك يعني كم أيام استغرقت المعاملة من حال وصولك إلى مبنى الهجرة والجوازات في تعز؟ طبعا انا لي بغلق الشهر ما استلمتش حق الجواز، للاسف كنت شيء اقدم على المنحه التركيه وتعرقل الموضوع، ولحد الان مش قادره اقدم، والجواز يمكن له شهر ما طلعش. وغير كذا يعني عشان اقول لك نخرج لك، وبعد شهر طالبين 10000 او ما يقارب ال 15000 ويطلع عشان يخرج لك هو. بعد شهر. طيب شكرا نهال من تعز. اتصال آخر ونذهب للواتساب. طيب مشاركات أيضا حول الموضوع نتابعها من خلال الواتساب. كنت لي 25 يوم، كنت عقلت زيد 200000 دور جواز ب5000 ريال، لا كنت مشيت مع عملاء ولا غيرها، جالس هنا صباحا بليل ننام ونصحى. يا أخي الوضع في الجوازات تمام بس زحمة، هو احنا ناشد محافظ المحافظه ومدير امن المحافظه بحل مشاكل المساكين، يظلوا في البرد يعني اليوم الصباح بعد صلاه الفجر والنساء على باب الجوازات، ما يصير هذا الكلام بصراحه. الناس بيدوا جهودهم، والوضع الراهن الذي يتطلب الان هو ان الموظفين الكادر الموجود ما يفي بالغرض فقط، ولا الناس اذا كانت هذه مشاركات من خلال الواتساب من محافظة مارب من أمام مصلحة الهجرة والجوازات. من روسيا الأخ يوسف باحج، أهلا بك أخ يوسف. لا أسعد الله مساك بكل خير أخ سعد. ومساك سعيد. يوسف، ما هي الصعوبات التي تواجهكم كيمنيين متواجدين في الخارج في حال الرغبة بإصدار أو تجديد جواز السفر؟ أولا أشكرك وأشكر قناة بلقي صوت اليمنيين اهتمامها بقضايا اليمنيين في الخارج والداخل. الصعوبات كثيرة التي يعاني منها الشعب اليمني سواء في الداخل وفي الخارج. سأتحدث عن في الخارج. من المعروف أن فترة الجواز اليمني صالحة لمدة 6 سنوات. الطالب أو الشخص الذي ذهب للخارج للعلاج في حال انتهاء جوازه أو ضياعه، مثلا على سبيل المثال في روسيا لا يوجد هناك مركز إصدار آلي لإصدار الجوازات كما في بعض الدول كالأردن وألمانيا. هنا الطالب يضطر أنه يذهب إلى السفارة ويقدم قسيمة كأنه للحصول على الجواز، ولكن يفاجأ بختم تجديد للجواز لمدة 2 سنين فقط لا غير. بعد 2 سنين عند انتهاء الجواز يجب على الطالب المعاناة ودفع رسوم مبالغ خيالية
لكي يستلم جواز آخر معاملة عن طريق الأردن أو عن طريق ألمانيا أو عن طريق مصر. الجوازات أصبحت تباع وتشترى بطريقة أو بأخرى. أصبح المواطن اليمني في الخارج لا يعرف أين يذهب، وهي فقط الوثيقة الوحيدة التي لدينا نتنقل بها في الخارج هي الجواز اليمني. لكن الآن نجد أنه صعوبات، صعب أن يحصل الطالب على تمديد أو المسافر بشكل عام على تمديد جواز أو حصول على جواز آخر بسبب المعاملة. طيب يعني حتى لا يقال أنه التهم التي قلتها بشكل جزاف تلقى الآن، نتحدث عن أرقام معلومات. يعني هو معروف أنه مصلحة الهجرة والجوازات ربما خصصت عدة سفارات يمنية متواجدة حول العالم كمراكز لإصدار الجوازات، ربما في الأردن ومصر وألمانيا وماليزيا بالضبط. طيب أنتم بالنسبة لكم في روسيا كم تكلفة إصدار جواز سفر؟ الرسوم التي يفترض أنها تدفع بشكل رسمي. تكلفة إصدار الجواز، لا يوجد إصدار جواز في روسيا، ولكن يوجد شيء اسمه تمديد. أكيد ما بين 35 دولار إلى 40 دولار، هذه هي التكلفة. لكن أنا أقول لك نحن هنا لا نكير الاتهامات ولا نلقيها. طيب أنت عارف أنه في روسيا الجواز السفر، لأن يا صديقي أنك تتحدث عن 40 دولار قيمة إصدار جواز السفر، أرخص من ما إصدار جواز للجالية اليمنية في تركيا عندما تطالب بإصدار جواز الرياض، يكلف تقريبا هنا القنصلية تأخذ على المواطن تقريبا 170 أو إلى 200 دولار. لا نقول إصدار ولكن تجديد، عبارة عن ختم مستطيل الشكل التمديد. التمديد هذا حامل هذا الجواز صالح، مع العلم أن بعض الجهات وبعض الجامعات تعتمد هذا الختم. لكن في حال أنا أريد أن أسافر إلى دولة أخرى مثلا الاتحاد الأوروبي أو الدول الرابطة الدول المستقلة التابعة للاتحاد السوفيتي سابقا، لا يمكنني الدخول بسبب هذا الختم. أيضا نركز على نقطة معينة، الجوازات الصادرة عن صنعاء كما بدأت أنت في بداية حلقتك أن لا يتم التعامل بها، بداية الجوازات الصادرة عن صنعاء، لكن في المقابل لا تتعامل معها دول معينة. أعتقد كدول التحالف العربي نستطيع أن نقول الإمارات والسعودية والسودان ومصر إلى آخره، لكن هناك دول تتعامل بهذه الجوازات. إصدار العام 2018-2017 جواز إصدار صنعاء يتم السفر به، ناهيك عن ما يتم يعني في صنعاء وفي بعض المحافظات. نحن مع نظام كما يقولوا بالعامية يقط المسمار، نظام يمشي عليه الكل. الذي يريد جواز يتم افتتاح مركز إصدار آلي في جميع السفر، وأمر ليس بالسهل، أمر ليس بالصعب، بل بالعكس تماما. لكن هذا نظام معمول به لكل دول العالم، يعني كل الدول تضع مراكز إقليمية في السفارات. لا الآن تباع. طيب ونراها مع الكثير. طيب من الناس كم الوقت حتى نقدر حجم الإشكالية والمأساة، عندما يطالب أحد اليمنيين الموجودين في روسيا بإصدار جواز جديد، كم التكلفة المالية وكم يحتاج من الوقت؟ من داخل روسيا هو لا يتم عن طريق السفارة، ولكن أكيد يا يوسف من داخل أعرف، لكن عندما ستذهب إلى السعودية أو ألمانيا أو أي سفارة أخرى؟ على حسب السفارة تتعامل بشكل صغير إن صح التعبير في هذا الجانب، ولكن يتم أيضا عن طريق سماسرة وأشخاص آخرون من 200 دولار إلى 300 دولار. السعر الرسمي التي تتعامل به السفارة ليس لي علم به، ولكن ما أعلم أنه في السفارة فقط تجديد. لكن هناك جوازات تجدد عن طريق القاهرة ويتم ب 300 دولار، ويستمر ما بين 20 يوم إلى شهر. هذه هي المعاناة التي يعاني منها اليمنيين في الخارج. أيضا بعض السفارات في الدول الأفريقية ترفض تجديد، حدثني أحد الأشخاص قبل قليل، ترفض تجديد الجوازات الختم لمدة سنتين، ترفض وضعه على الجواز في حال اكتماله. أصبح لم يصبح يعمل بهذا النظام، نظام التمديد سنتين. صحيح كثير من السفارات والقنصلية اليمنية ألغت ذلك الموضوع وقالت من انتهى جوازه يصدر جواز جديد، لكن هي مناشدة نطلقها للمعنيين لمراعاة، بما أنه بالضبط من هنا من جزء كبير من الشعب أصبح مشرد خارج البلاد إعادة النظر في إصدار الجوازات من الخارج، يتم التساهل مع هذا الموضوع. طيب شكرا جزيلا لك يوسف، اتصال من العاصمة المؤقتة عدن الأخ عبد العزيز العلياني. أهلا بك عبد العزيز. عبد العزيز طيب
حول الموضوع أيضا نقرأ بعض التعليقات من خلال الفيسبوك موضوع الجوازات. رشاد يقول جوازات عدن يتم تعامل خلال اليوم وتستلم الجواز بعد شهرين. نبيل الفقي يقول هي ليست صعوبة بقدر ما هو إقبال كبير كما شاهد في مارب من أجل الذهاب للعمرة بعد أن فتحت السعودية باب العمرة. هناك سبب إداري في العمل بالروتين القديم وهو الطوابير على شبابك الإدارات، والأصل استخدام التكنولوجيا بقطع أرقام الانتظار، وعند الزحام يجب التعاقد مع موظفين إنجاز الناس. محمد الصناعي، صعوبة تواجه المواطن في الحصول على جواز سفر فيما الجوازات الدبلوماسية يتم توزيعها الفاسدين كأوراق اللعب. يونس يقول لا توجد أي صعوبات، كل هذه إشاعات، وما عليك إلا أن تذهب إلى عدن وهناك يستقبلوه كم ساعة ويرموك جثة هامدة وكذا تكون قطعت جواز للسماء مرة واحدة. فوزي يقول عانيت في استخراج جواز سفر لأمي لكي تذهب عمرة، فبعد بعد المدن التي تحت الشريعة ستكلف مبالغ كبيرة أكثر من رسوم العمرة نفسها، واستخرجت غيابيا كذلك تكلفك 150 دولار وهو ما قمت به مكرها. طيب نذهب اتصال آخر أو المحور الثاني. طيب في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش فيه أبرز قضايا ومشاكل الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، حيث يذكر أنه بعد 4 سنوات من استقرار وزارة التعليم العالي في عدن إلا أنه لم تنتظم مستحقات الطلاب، ولا يزال كثير من التعقيد يواجه الطلاب من قبل الملحقيات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف آلية الابتعاث، حيث تصر وزارة التعليم العالي على عدم نشر الكشوفات أو طرح آليات واضحة للابتعاث والاستمرارية للطلاب المتفوقين. 4 سنوات والطلاب في الخارج في اعتصامات واحتجاجات مستمرة لا تكاد تتوقف حتى تعود مرة أخرى. الآن موعد استلام الربع الثاني من العام 2019، ولا يزال الطلاب بانتظار استلام مستحقات الربع الرابع من العام 2018، وبين وعود الوزارة وغياب دور الملحقيات الثقافية تستمر معاناة الطالب. واتصال الأول في هذه الحلقة الأخ عبد الله. أهلا بك عبد الله. أهلا أخي. عبد الله أنت أحد الطلبة، يعني لو تحدثنا عن أبرز القضايا والمشاكل التي تواجهونها وتودون أن يوجد لها حل بشكل مستعجل. أهلا أخي كامي، في البداية نشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة. أيضا لدينا بعض الإشكالات التي يعاني منها الطالب المبتعث في الخارج، الطلاب المبتعثين وجميع الطلاب في الخارج عموما وفي الصين خصوصا. المشكلة الأولى لدينا يا عزيزي الطلاب المبتعثين، هناك العديد من الطلاب المبتعثين ولكن لدينا من قارب 30 طالب، هؤلاء لم يحصلوا على مستحقاتهم الدراسية حتى الآن، رغم أن رفعنا مذكرة بذلك بتاريخ 14/11 العام المنصرم وإلى الجهات المعنية، ولم نجد أي رد على هذا ولا نعلم بهذا ما حدث بحكم لا يوجد شفافية في هذا المجال. أيضا قمنا كاتحاد بعمل العديد من البيانات حول هذا الموضوع ونشرناها في مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا في صفحتنا في الفيسبوك وموقع الاتحاد، وشاركتها العديد من المواقع الإعلامية حتى نوصل صوتنا للجهات المعنية. أيضا قمنا بعمل مذكرات إلى الجهات ذات العلاقة، وأيضا كاتحاد أيضا تواصلنا بشكل شخصي مع الوزارة ومع الوزير وكل الوزارة وكل الجهات المختصة في هذا المجال، ولكن كما تعلم وكما يعلم الجميع نحصل على مجرد كلام ولكن لا نجد أفعال حقيقة على الواقع. وهؤلاء الطلاب الذين هم مبتعثين من أغلب من جميع الجامعات اليمنية كجامعة صنعاء وجامعة ذمار وجامعة إب وجامعة حجة وغيرها، وفي الأخير تجد أن هؤلاء الطلاب لم يحصلوا على مساعدتنا المالية أسوة ببقية زملائهم. أيضا لدينا طلاب يحصلوا على تعيين أو كذلك ابتعاث بعد هؤلاء الطلاب ويحصلون على مساعدة مالية ومساعدة دراسية وغيرها، ولا نعلم هل الفارق بين هؤلاء الطلاب
والطلاب الآخرين، رغم أنه هؤلاء معيدين في نفس الجامعة. طيب عبد الله، بالنسبة للجان اللجان المشكلة لمتابعة قضايا الطلبة، هل أنجزت شيء من الملفات المتعثرة وقضايا الطلاب ومشاكلهم؟ في لدينا لجان في كل قضية من القضايا، ورفعنا في الأسماء طبعا، جمعنا الأسماء وجمعنا كل الوثائق الخاصة، المتطلبات الخاصة، ورفعناها إلى السفارة، وأيضا يتم التواصل بشكل مع السفارة في البداية، وأيضا التواصل مع الجهات المعنية مباشرة، ولكن لا جديد حول هذا الموضوع. لا نعلم لماذا لم يعطوا التوعود فقط لا غير، لكن لا نجد أي شيء على أرض الواقع بالنسبة لهذه القضية. شكرا لك عبد الله سيف، رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في الصين. طيب من الهند الدكتور صلاح المفتي، ممثل الهيئة التأسيسية لاتحاد طلبة اليمن في الخارج، أهلا بك دكتور صلاح. أهلا وسهلا أخي سامي. دكتور صلاح، ما هي المشاكل التي يعاني منها الطلبة المبتعثون الآن؟ هل هناك حلحلة ربما في الملفات السابقة؟ نعم، مشاكل مشتركة مع بقية دول الاتحاد. طلاب الهند يعانون من عدم وجود آلية منتظمة لصرف المستحقات والرسوم، إسقاط مفاجئ لمجموعة من الطلاب من الكشوف المالية قبل سنة ونصف تقريبا، كما حدث لبعض الزملاء هنا، وحاولوا التواصل مع الملحقية الثقافية لمدة عام ونصف ولم يرجع أسماءهم نهائيا إلى الكشوفات، فلا ندري هل هو فساد مالي أم إداري من قبل الملحقية، حيث أن بعض الطلاب أرجعت أسماءهم وبعض الطلاب لم ترجع أسماءهم. طبعا مشكلة الكشوفات هذه مشكلة كبيرة ليست فقط في الهند وإنما في دول الاتحاد كاملة، لا يوجد شفافية، لا نعرف من هم الطلاب المبتعثين وكم عددهم وما هي التخصصات المطلوبة، لماذا يتم الابتعاث، لا توجد آلية أو شفافية في هذا الموضوع. الآن سأتكلم بشكل مختصر على مشاكلنا في الهند. يعني نحن في الهند صراحة عندنا مشاكل كثيرة جدا، من أبرزها الملحقية الثقافية مقفلة منذ ديسمبر 2018 حتى الآن لأسباب لا نعرفها، حتى يضطر الطلاب للجلوس في الشارع العام والشارع الرئيسي وفي شارع سكني، وهذا منظر لا يليق لا بنا كطلاب ولا بالهيئات الدبلوماسية. نرجو إن النظر في هذا الموضوع. كمان عندنا مشكلة كبيرة جدا هو في ما نعاني من قبل الملحق المالي المدعو باجر الشميري. أصلا أنا أرسلت مذكرة بقرار وزير المالية في عام 2016 بأن باجر الشميري الملحق المالي انتهت فترته وعليه العودة إلى مكان عمله السابق، ولا زال يمارس مهامه حتى الآن، يعني 3 سنوات خارج القانون يمارس عمله، ولا ندري هل لديه علاقات ولا نعرف كيف يتم هذا التعامل، حيث أن الموضوع إحالة للتحقيق ومحاسبته أصبح رأي عام في الهند بسبب أن المشاكل طفحت وبلغ الفساد المالي الإداري حد لا يطاق، يعني اختلاسات مالية، خصومة من الرسوم الدراسية، استيلاء على بعض المستحقات للطلاب. في الفترة السابقة 2 طلاب كنت معهم في الملحقية أو يطالبوهم بأن يأخذ عليكم ربعين أو من ربع، يعني يا متوافقوا يعني يأخذ الربعين يعني يأخذ من ربع واحد، يعني يتم هكذا التعامل، يعني عيني عينك لما يقولوا في البلدي. نطالب بشكل سريع، نطالب بإرجاع الطلاب اللي تم إسقاطهم من الكشوفات في عام ما قبل سنة ونصف، حيث أنهم الآن بعضهم مفصولين من الدراسة وبعضهم لديهم مشاكل كبيرة جدا. كمان نطالب بنشر الكشوفات، هذه مش مسألة مهمة جدا. طبعا كواجب إنساني تجاه زميلي المعتقل عبد الله غسيس في روسيا، نطالب وزارة الخارجية بمطلب إنساني وأخلاقي بالتدخل لإفراج عنه، حيث أن الوزارة الخارجية الروسية متفاعلة مع الموضوع، وصلت العديد من الرسائل تطالبنا بالتحرك في هذا الموضوع. أعتقد هذا كل ما لدي أخي سامي. شكرا جزيلا لك من الهند دكتور صلاح المفتي، ممثل الهيئة التأسيسية لاتحاد طلبة اليمن في الخارج. من ماليزيا انضم لنا حلمي المقطري أحد طلبة هناك، أهلا بك حلمي. حياك الله أخي ثاني، أشكرك وأشكر طاقم البرنامج والأخ عمر لتحسن الفرصة لمناقشة قضايا الطلاب والمشاكل المستعصية والمتكررة. تفضل حلمي تفضل. طبعا بالنسبة لي سأتحدث عن معاني الطلاب بصورة عامة لا تخفى على أحد، ولكن سأتحدث بالتفصيل عن المشكلة التي تواجهنا شخصيا. بالنسبة للمشاكل العامة التي تواجه طلاب ماليزيا وأغلب الدول هي تأخر صرف الأرباع، لأن الآن ما يقرب الطلاب لهم ما يقرب الآن 6 أشهر أي ما يقارب ربعين فقط وعود وتصريحات وهباء منثورة. كذلك عدم سداد الرسوم وعدم اعتماد الطلاب الاستمرارية المتميزين ومن تنطبق عليهم الشروط
وهناك طلاب خريجين لكن ما زالت شهائدهم محتجزة حتى الآن في الجامعات بسبب عدم دفع الملحقية الثقافية للرسوم والديون. كذلك هناك العديد من الطلاب الخريجين ما زالوا عالقين في ماليزيا سواء كطالب مفرد لحاله أو مع أسرهم وأطفالهم أكثر من 3 سنوات لم يستطيعوا السفر ولم يتجاوب معهم في الداخل أي أحد، فليس من العدل أو المنطق تركهم كل هذه المدة حيث أن العمل غير مسموح له في ماليزيا. كذلك بالنسبة لبدل الكتب لمفردي الجامعات الحكومية اليمنية تم حرماننا منها ومن حقنا القانوني المتعارف عليه منذ البداية، تم شطبه نهائيا للأسف من قبل وزارة التعليم العالي لا ندري ما السبب. المشكلة الأخرى هي عدم نشر الكشوفات للطلاب المبتعثين، نطالب الملحقية بنشر الكشوفات لكي يعرف الطالب ما له وما عليه، لكن للأسف لا نجد الشفافية ووضوح وتحقق بأنهم يتلقوا أوامر من الداخل. أما مشكلتي بصورة عامة ومشكلة بعض الطلاب هي تعمد تجاهل قضيتنا كمنزلين بل وتناسيها من قبل الملحقية الثقافية في ماليزيا ووزارة التعليم العالي، حيث تم تنزيل العديد من الطلاب في الربع الثالث 2017 وأنا ومعي عديد من الزملاء في الربع الرابع اللي هو ديسمبر العام الماضي 2017، لأن لحد الآن ما يقارب 14 شهر وبعد أسبوع تقريبا بنكون شهر جديد تقريبا 15 شهر وبدون مستحقات مالية. طبعا القضية هي ليس بسبب تعثر كما تفتري علينا الملحقية الذي يرفعوا الأسماء للداخل، بل بسبب عدم دفع الرسوم والديون للجامعات الماليزية. بالنسبة لي شخصيا وبعض الزملاء سنة ونص بدون رسوم للجامعة الماليزية. طبعا القوانين للجامعات الماليزية تنص أنه لا يسمح للطالب بتسليم الرسالة أو المنتظر للمناقشة إلا بعد تصفية كل الديون. طبعا سلمت الملحقية رسالة من الجامعة بذلك من المالية الجامعة بضرورة تسليم وتصفية العهدة أو الديون، لكن لم يتجاوبوا معي. كذلك سلمتهم رسالة من المشرف بتوقع التخرج. طيب أنت شرحت ربما كثير بس لأنه لم يعد لدينا كثير من الوقت حلمي، ربما أنت شرحت النقاط الرئيسية في مشاكل الطلبة ومشكلتك الشخصية. شكرا لك حلمي من ماليزيا. حول الواتساب أيضا نستعرض معكم بعض المشاركات حول موضوع مشاكل الطلبة. الطلاب اليمنيين المبتعثين في روسيا الاتحادية يعانون من عدة مشاكل أهمها تأخير المستحقات المالية للمبتعثين للربع الرابع وأيضا الربع الأول الذي من المفترض يتم صرفه في شهر 1 لعام 2019. هناك عدة طلاب وعددهم 18 طالب لم يتم صرف رسومهم الدراسية لعام 2016-2017. كذلك طلاب الاستمرارية لم يتم التجاوب أو التعاون في قضيتهم برغم الوعودات المتكررة من قبل الحكومة ووزارة التعليم العالي. أيضا تذاكر الخريجين. لذلك نناشد للمرة الألف القيادة السياسية والحكومة ووزارة التعليم العالي بسرعة حل مشاكل الطلاب وإيجاد حلول جذرية لهذه التعسفات ومشاكل الطالب التي يقابلها الطالب في الخارج. سأتكلم بشكل مختصر عن المشاكل التي نواجهها هنا في الهند. أولا تفاجأنا في ديسمبر 2018 بقرار من الملحقية الثقافية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إليها، وهذا تصرف لا يليق بالبعثات الدبلوماسية التي تمثل اليمن. ثانيا هناك طلاب تم إسقاط أساميهم في 2017-2018 وأنا واحدا منهم، ومنذ سنة وثلاثة أشهر ونحن على تواصل مستمر مع الملحقية ولكن لم يحلوا أي مشكلة ولم يأتونا بأي نتائج. أيضا المسؤول المالي باجل الشميلي رفض قرار وزير المالية الذي تم إيقافه عن العمل في 2016 ومنذ 3 سنوات وهو يمارس عمله بطريقة غير قانونية كملحق مالي، مما سبب الكثير من المشاكل للطلاب وتم الاستيلاء على كثير من مستحقات الطلاب وخصوصا مسألة الرسوم بطريقة غير قانونية من قبل المسؤول المالي باجل شميري. أيضا غياب دور الملحقية الثقافية لحل مشاكل الطلاب في الجامعات الهندية أو في التعليم العالي. من باكستان لدينا اتصال الأخ محمد الجيشي رئيس اتحاد الطلاب هناك. أهلا بك أخ محمد. حياك الله أخي سامي. يعني أنت معنا اليوم وهي فرصة لتضعنا أمام مشاكل الطلبة في باكستان. أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين، كما هي كلمة شكر لقناتكم الكريمة لاهتمامكم الدائم بقضايا الطلاب. فأبرز المشاكل التي تواجهنا كمبتعثين في باكستان هي نفس المشاكل التي يعاني منها المبتعثين في جميع دول العالم،
واضف الى ذلك اخي الكريم هي عدم استجابه الجهات الماليه لاعتماد رسوم دراسيه للطلاب المصابين الى باكستان اسوه بزملائنا الطلاب في بقيه الدول، وكذلك هو تنزيل تعسفي للطلاب الذين لا زالوا مصابين في دراستهم، واخرها ما حدث خلال الربع الثالث 2018. والمشكله الثالثه هي طلاب النفقه الخاصه والذين جاءوا للدراسه على حسابهم من اليمن، وبسبب الاوضاع الراهنه الان في اليمن لم يستطيعوا اهلهم دعمهم في يعني مواصله مسيرتهم العلميه. لذلك نناشد الحكومه اليمنيه بايجاد حلول لهؤلاء الطلاب حتى يتمكنوا من اكمال مسيرتهم العلميه. والمشكله الرابعه والاخيره وهي صرف تذاكر للطلاب الخريجين والعالقين في دول الابتعاث. يعني هذه كل المشاكل الموجوده في باكستان طلبه. نعم اخي الكريم. طيب هل هناك قضايا يتم العمل على حلها في الفتره الحاليه؟ هل هناك لجان لمتابعه قضايا الطلبه؟ والله هناك من دور الاتحاد احنا بنتابع جميع القضايا مع السفاره، والسفاره تقوم مشكوره بدورها بتوجيه مذكرات للداخل، لكن ليس هناك اي استجابه للمطالب الطلاب. هل ما زالت عمليه الابتعاث الى باكستان في ظل وجود المشاكل الحاليه هل ما زالت ساريه؟ هل هناك ما زالت طلبه جدد يصلون الى باكستان؟ نعم الابتعاث لا زال مستمر الى باكستان، وهناك طلاب يقودون كل عام الى باكستان. وهل يتم الانتظام في صرف مستحقاتهم الماليه ام تضاف الازمات بالنسبه لهم الى زملائهم السابقين؟ هم يعانون نفس ما نعاني، اي طلاب يبتعثوا الى باكستان يعانوا نفس المشاكل التي نعانيها نحن الطلاب المبتعثين قبلهم. شكرا جزيلا لك الاخ محمد الجيشي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في باكستان. حول الموضوع ايضا لدينا بعض التعليقات من الفيسبوك. الأخ محمد يقول إضافة إلى المشاكل المشتركة مع باقي دول الابتعاث من عدم انتظام صرف المستحقات والرسوم، مشكلتنا الرئيسية تكمن في الفساد المالي والإداري في الملحقية الثقافية في الهند، حيث أن الملحقية مقفلة في وجه الطلاب منذ ديسمبر 2018 إلى الآن. ربما في الواتساب واتصال أيضا شرحوا بالتفصيل المشكلة. تعليق آخر. حمير يقول الملحق المالي في الهند يحمل الجواز البريطاني وانتهت خدمته في 2016 ولا زال في الملحقية جاثم على صدورنا، أسقط أسماء كثيرة واعتمد منح لأصحاب الوساطات والتوصيات. ربما هناك تركيز على موضوع الملحق المالي، لكن نحن نتيح له الفرصة للرد على كل هذه التهم. تعليق أخي ثالث. محمد يقول قضية الطلبة في الخارج كقضية الشعب اليمني في الداخل، ملفات تسبح في ظلام الأدراج المغلقة للحكومة المحكومة من قبل القوى الانتهازية التي أحكمت حصارها الخانق على اليمن بأسرها. قضيتنا برمتها صارت ورقة في ملف قضايا لا تمد لليمنيين بصلة. نعيم يقول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي يتحملون كامل المسؤولية عن عدم صرف مستحقات الطلبة في وقتها وتأخيرها وعدم انتظامها. نحن الآن في موعد الربع الثاني من مستحقات 2019 ولم يتسلم مستحقات الربع الرابع من العام السابق. نحن نطالب بهبات منهم وتفضل هذه مستحقاتنا. شهاب يقول مشكلة تأخر المستحقات والرسوم الدراسية للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من عامين، ونلاحظ أن الحلول الترقيعية التي تنتهجها الحكومة الشرعية لصرف مستحقات الطلاب لم تنتج سوى المزيد من المشاكل وتعقيد قضايا الطلاب، وقد ضاعفت بشكل كبير المعوقات التي يواجهها الطلاب في دول الابتعاث، ويوجه نداء لوزارة التعليم العالي والمالية. عفيف يقول الطالب اليمني في عهد النزاعات كي أصل إلى حلمي لأكون طالب أسهم في بناء الوطن لابد من إكمال مشوار دراستي، جاء في وقت عصيب تتكلم في لغة البندقية في وقت ضاعت في لغة القلم، لا يحسد على يعني ويتحدث عن الصعوبات الحالية ربما، ويقول هناك أشياء مؤلمة يعانيها الزملاء في المهجر من الأساليب والممارسات التي ترتكبها حكومة هادي، فمنهم من باع ما يملك لكي يسدر مقلعه ويكمل مرحلة التعليمية. إذن بهذه التعليقات من فيسبوك وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في الختام تحية منتج البرنامج زميل عمر في أمان الله.